شكرا السيد الرئيس. إن وفد بلادي إذ يأسف لاعتماد مشروع القرار المتحيز وغير المتوازن بتاتا للأسباب التي كنت قد شرحتها في بياني الذي سبق التصويت، فإنه يشكر كل الدول التي لم تصوت لصالحه على موقفها المسؤول الداعم لمبادئ الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، وإنه لما يثلج الصدر فعلاً أن معظم البيانات التي ألقيت في الجلسة الصباحية قبل التصويت كانت إيجابية في مضمونها، معتدلة في مقاربتها، وكاشفة النوايا الحقيقية لبعض مقدمي مشروع القرار. ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا وفدين أو ثلاثة في أحسن الأحوال ممن عكست بياناتهم بجلاء رغبة عواصمهم في استمرار الأزمة السورية وتأزيمها وتعطيل أي حل سياسي توافقي لها. هذا ناهيك عن تناقضها العلني مع التوجه الدولي المتصاعد نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي بقيادة سورية يلبي مصالح ومطالب وطموحات الشعب السوري. وانطلاقاً من إيماننا بهذا الحل السياسي وحرصنا على مصالح شعبنا، فإننا لن نقع في فخ الاستفزاز والسجال، بل سنتعامل مع جوهر المسألة بمسؤولية وطنية عالية. ولعل انخفاض عدد مؤيدي القرار الذي تم التصويت عليه في نهاية الجلسة الصباحية وارتفاع عدد الدول غير المؤيدة له بشكل جلي مقارنة بالقرار السابق، لعل ذلك خير دليل على تنامي الفهم الدولي لأبعاد ومعالم حقيقة ما يجري في سوريا من تدخل خارجي ورعاية للإرهاب ونشر للتطرف وتحريض على رفض الحوار. ولذلك فإننا نعول على منظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها أن يكونوا عوناً لسوريا وشعبها في مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب وفي تشجيع الحوار الوطني الشامل طريقاً لحل الأزمة سلمياً. ونتوقع في ذات الوقت من منظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها أن يقرأوا خارطة الأحداث الجارية في منطقتنا بدقة شديدة بعيداً عن مصالح البعض من داخل المنطقة ومن خارجها، وبما يحفظ مبادئ القانون الدولي ويصون تطلعات الشعب السوري نحو العيش بكرامة في وطنه. إن آلام الشعب السوري أسمى من مشاريع وخطط المتاجرين بهذه الآلام في سوق الدم والإرهاب والتطرف والعمالة. اسمحوا لي أيها السيدات والسادة ببعض المحطات الهامة التي أود أن أشاطركم إياها في معرض تفنيد ما ورد من ادعاءات مضللة في بعض البيانات. ينبغي أن يدرك الجميع أنه على الرغم من أن قطر قد تولت مهمة تقديم مشروع القرار من حيث الشكل، إلا أنه من المعلوم للجميع أن المشروع ليس قطرياً وأن قطر لم تكن سوى أداة للتنفيذ.
ولم يعد يخفى على أحد ضلوع أنظمة كل من السعودية وقطر وتركيا في تمويل الإرهاب الجهادي العابر للحدود السورية مع دول الجوار. ولقد أكد المبعوث الأممي الإبراهيمي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن وجود 40,000 إرهابي أجنبي يسفكون الدماء فوق الأرض السورية، ومن بين هؤلاء ما يزيد عن 1,000 أوروبي سلفي تكفيري من المنتمين والمتعاطفين مع تنظيم القاعدة. لقد أشرت في بياني هذا الصباح إلى أن الاستخبارات القطرية متورطة في جرائم خطف أفراد من الكتيبة الفلبينية العاملين ضمن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان المحتل، القوة المعروفة اختصاراً بالأندوف. وأوضحت في بياني أن كبار العاملين في الأمانة العامة هم على دراية بهذه الجريمة الفظيعة. ولقد كان من المستغرب أن يعرب الأمين العام عن وأقتبس تقديره لمساعدة قطر وغيرها من المنخرطين في تأمين الإفراج الآمن عن عناصر حفظ السلام الأربعة. انتهى الاقتباس. والسؤال الهام الذي ينبغي طرحه هو: كيف لقطر أن يكون لها هذا التأثير على الجماعات الإرهابية التي قامت باختطاف أفراد قوة حفظ السلام لولا أن لها تورط كبير مع هذه الجماعات؟ وما هو مدى انسجام موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة مع التورط القطري هذا في اختطاف حفظة السلام وتعريض حياتهم للخطر؟ وكذلك، من سيسائل السلطات القطرية على تهورها هذا؟ لعل زميلي مندوب السعودية الدائم لم يستمع جيداً إلى مضمون بياني، وبالتالي أحيله إلى قراءة البيان مجدداً، وهو متاح باللغتين العربية والإنجليزية. مشيراً في هذا الصدد إلى أن المندوب السعودي قد أخطأ في حديثه مرتين، الأولى عندما قدم توصيفاً خاطئاً لما يجري في بلادي، وهذا ليس غريباً بحكم تورط سلطات بلاده الكامل في الإرهاب وفي تأزيم الوضع في سوريا. والثانية، الخطيئة الثانية هي أنه وضع في فمي كلاماً لم أقله، وبالتالي بنى عليه نتائج خاطئة تناسب قراءته الخاطئة. أذكر أيضاً السادة الحاضرين بأن الوفد الفرنسي قد أحبط إصدار مجلس الأمن لعدة بيانات صحفية تدين أعمالاً إرهابية قامت بها جماعات مسلحة إرهابية مرتبطة بالقاعدة في سوريا، أعمال إرهابية أزهقت أرواح آلاف السوريين الأبرياء، بما في ذلك إحباط الوفد الفرنسي لإصدار مجلس الأمن لبيان صحفي يدين محاولة اغتيال رئيس الحكومة السورية. وبالتالي أيها السادة، هذا نفاق لا سابق له من جانب الحكومة الفرنسية، فكيف لها أن تدعي أنها في حرب ضد الجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة في أفريقيا ومنطقة الساحل، لكنها في الوقت نفسه
تشجع وترعى وتدعم نشاط هذه الجماعات الإرهابية نفسها في سوريا. لقد قامت قوات الأمن الفرنسية قبل عام بقتل إرهابي فرنسي من أصل مغاربي في مدينة طولوز اسمه محمد مراح. جندت لقتل هذا الإرهابي 300 من عناصر نخبة أجهزة الأمن الفرنسية، 300 أفرغوا في جسد هذا الإرهابي آلاف الرصاصات. وها هو المندوب الفرنسي اليوم يرتجل أمامنا خطاباً يدعي فيه بأن الحكومة السورية تعتدي على شعبها. إذا كانت محاربة الإرهاب في فرنسا حلالاً فمحاربة الإرهاب في أي مكان آخر حلال أيضاً. نحن في سوريا نحارب نفس الإرهاب الذي حاربته الحكومة الفرنسية فوق أراضيها، وبالتالي فإن هذا النفاق الفرنسي قد أصبح مفضوحاً وساقطاً بعيون كل من يؤمن بأحكام القانون الدولي. شكراً سيدتي الرئيس.